السلام عليكم أصدقائي، أهلا وسهلا. هلأ في Layout Widget Part 2. أوكي، الدرس راح نتعلم فيه أكثر من ويدجت مهمات جدا جدا غير الرو والكول. طيب من اليوم نتعلم على Expanded والFlex. تمام، شايفين هذا الإشي؟ كيف نقدر نعطي، يعني هذا كولوم صح، كيف نقدر نعطي رقم 2 أكثر مساحة عن طريق Expanded والFlex؟ يلا نشوف سوا. هلا مبدئيا هون انا حتى جوا كولوم، اوكي، والكولوم يعني مش حاب اعطيه اشي غير ماكس، اوكي، حاب اعطيه كونتينر. كونتينر والكونتينر هاي بدي اعطيها كولر، وبعدين كولرز دوت، اوكي، هون اعطيها فاصلة واعملهم 3 4. تمام، لا يس خليهم 3 4. هلا كولرز هاي دوت لايت blue accent light green accent في yellow accent، طيب yellow red accent، red accent بيكون هيك الكلر احلى صراحه، blue gray accent. خلينا نشوفهم سوا. طبعا ما راح بين اشي عشان ما عندهم child، بنحط كلنا هيك. اوكي، نعطيهم ايش child. اوكي، نعمل فاصلة هيك، نحط الفاصلة هون. تمام، هلا انتوا صرتوا سفاحين، ما في داعي اشرح هاي الاشياء اللي بحملها. وهذا اعملهم ايش هون، 1 2 3 4. برافو عليك، وهيهم صاير شايفينهم، هيهم كلياتهم يا محلاهم. تمام، طيب هسا لو احنا بدنا نيجي ايش نعمل، بدنا يا شباب نعطي ال هاي نعطيهم كلهم كمان صراحة، لازم نعطيهم ايش، خلينا نعطيهم width. اوكي، قد ايش؟ 300. اوكي، بس يعني عشان يصير الموضوع احلى. اوكي، طيب ماشي. هسا يا شباب بدنا احنا ايش نتعلم كيف نعمل ايش ال نعطي مثلا، خلي رقم 3 اوسع او رقم 2 اوسع. تمام، خلي بتيجي رقم 2 اي شيء جوا الكولوم حاب تعطيه المساحة الكاملة، شو بنيجي نعمل؟ تعمل عليه هون، تروح تكتب alt او alt enter wrap with widget، تختار widget، بعدها بتغير اسم الويدجت ل expanded. طيب من اسمها expanded هي single child layout، تخلي الاشي expanded. شغل، اخذ كل مساحة الايش، مساحة الكولوم، يعني هيا شوف احنا في هاي المساحة صح. طيب هسا بس نيجي نعطيها color، colors dot في gray عشان تشوفوا الايش احنا وين بالضبط. تمام، هيا هيك اخذ كل اشي عشان في عنا بادنج هون. اوكي، خلي البادنج يكون مثلا 10 عشان يصير افضل للرؤية. تمام، هيك اوكي، فاثنين صارت زي هيك. طيب هسا ايش لو عملنا الثاني كمان expanded، wrap widget expanded. شغل، اها بحسب المسافة وبقسمها، بقسم المسافة بين 2 بين 3. طب هلا 4 و1 مساخيط، تمام، ما حدا بيعطيهم اشي لانهم راح ياخذوا اقل حيز يعني ممكن نعطيهم اياه وهو مساحتهم نفسهم. اوكي، يعني مثلا لو نجي نعطيه مثلا ستايل، اوكي، تكست ستايل، نعطيه فونت سايز مثلا 30، شوف راح يكبر مساحته بس على قده راح يضل. فهمت كيف؟ والله هيك حلوة صراحة، خليها ايش 20. اوكي، وهيك نكبرهم هون كلهم هذولا. تمام، ونعطيهم كلهم ده، خلينا هذول. تمام، طيب هسه هون بدنا نعطيهم ستايلات هيك عشان يعني كلهم يكبروا ويصيروا ايش احسن للنظر. تمام، اوكي، هسه ما تغيرتش كثير. طيب هسه شو بدنا نعمل؟ بتعلمكم الفليكس، يعني مثلا لو بدي 2 تكبر اكثر وهي برضه اكسباندد، في خاصيه جوا الاكسباندد ايش اسمها؟ اسمها فليكس. اوكي، فليكس، فليكس نيجي نعملها 2 هي باي ديفولت 1. هلا بتفهموا، يعني اعطيها يعني اكثر بمرتين عن كل زملائها. تمام، 3 اكثر ب3. تمام، هلا نيجي اكسباندد هاي رقم 3 ايش نعطيها؟ فليكس، نعطيها 4 تصير أكتر منها. فهمتوا كيف؟ هاي مثلا فليكس، اوكي، شفت عشان هيك بحط الفاصلة أول أحسن لأنها فليكس 10، نحطمهم
اوكي. اه هي فيش مش اكسباندد اصلا. يا سلام عليك، انا اسطوري. wrap with widget expanded. اوكي نعطيها الفليكس هاي الحلوة هاي، خليها 10 نعطيها. شوفوا كيف، شوف شوف شوف، أربعة والله صارت أسطورية. وهيك يا شباب بتعملوا الإيش؟ الإكسباندد، وبتلعبوا بالفليكس والإكسباندد بتاعتها. إن شاء الله تكون صارت واضحة الأمور. طبعا هو زي ما أنتم شايفين هاي ماخذة فليكس أكثر، صح؟ طيب ماشي، حسيت الفليكس شو رأيكم نعمل؟ شو يعني سكرول؟